السلام عليكم. اليوم نروحوا للمنطقة تاع الأعمال بباب الزوار لنترصد أي جديد فيما يخص المشاريع اللي راهي قائمة في المنطقة أيضا. وهنا شوفوا على اليسار المحطة أو القاعدة تاع إكسترانات تاع الشركة اللي تعرف على النفايات على مستوى ولاية الجزائر العاصمة، يعني الشبكة الخارجية خارج مدينة الجزائر اسمها إكسترانات. محطة تحسيك الحديدية اللي تاع باب الزوار واللي يستعملوها كثير طلبة تاع جامعة باب الزوار. نضربوا نزيدوا نقربوا المحطة هذه. إذن هذه هي محطة تاع باب الزوار. نشوف على اليمين، على اليمين عندنا المركز الصيني للأعمال، وعلى اليسار عندنا بناية متعددة الخدمات من إنشاء شركة كوسيدار. البناية هذه فيها مكاتب، سوف مكاتب أعمال. إذن سان باتيمون ملتي فونكسيونال، هذا اللي نشاهدوه الآن من إنشاء شركة كوسيدار كما نلاحظ على الإشارة هنايا. وهنا على اليمين عندنا مركز الأعمال الصيني، هنا نشاهد مركز الأعمال الصيني. كل هذا هو مركز الأعمال بتاع الصين. عندنا مشروع نتاع شركة أليانس، بنك أليانس أو شركة تأمين أليانس. وهنا عندنا شركة كابي جي إم هذه تاع التصدير وهو استيراد. وكذلك هنا عندنا مكتب لشركة أخرى. نشاهد بناية جديدة راهي قيد الأشغال، مازال ما نعرفوش هنا. لاحظ تهيئة تاع الطرقات في المنطقة هذه، يعني تهيئة، يعني كيف نقولوا احنا، هي رديئة وزاد كمل عليها الصيانة، الصيانة ما كاش.
هذا هنايا هنا نشوف فندق إيدن إيدن بارك. هذا فندق هنايا هذا هنايا إيدن هوتيل و المقابل هنا هذا مشروع إذن شركة جي سي بي. إذن هذا مشروع نتاع المقر نتاع شركة جي سي بي اللي هي فرع من فرع الشركة سوناتراك تابعة لسوناتراك. إذن هذا هو المقر وهنا نشوفه المجسم تاع المقر هذا. نتاع شركة جي سي بي متخصصة في الإنشاءات. هنا نلاحظ التهيئة، شوف التهيئة تاع المنطقة هذه. وعلى اليسار عندنا حديقة، الحديقة تاع اللي تم استحداثها واللي يظهر انها كبيرة جدا. حديقة ما شاء الله كبيرة. كل هذه الجهة اليسار هو حديقة عمومية. نعود إليها في فيديو آخر للتدقيق أو فيديوهات. سوف يكون لدينا فيديوهات. وهنا لاحظ المقر الجديد لشركة فاديركو. فاديركو اللي متخصصة في تحويل ورق وخاصة الورق الصحي. إذن هذا المقر الجديد لشركة فاديركو. نكتفي بهذا القدر وسوف نعود في فيديو آخر باش نزيد نشوف المناطق اللي مازال ما صورناهاش. إذن نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم.